مبروك على المنتخب المغربي ونطالب اسكت ونطالب اسكت ونطالب السلق جاء المحترم ديجاج وحيد وحيد وديجاج وما بغيناك وديجاج وحيد اسكت ولكن ديجاج وحيد وحيد رب السيني سفان ديجاج شوفوا الجماهير الغفيرة اللي حضرت في الميدان كلها ناشطة وإحنا الحمد لله إحنا تعهنا وإحنا فزنا وغادي نمشي إن شاء الله لكأس العالم في قطر والجماهير الغفيرة كلها أنتم غادي تشوفوا كل شيء إن شاء الله كل شيء نشط كل شيء وديما ديما مغرب ديما مغرب ديجاج وعيد لا تنسوا تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي